صباح الخير مجددا، وبدايتنا من كأس العالم للسيدات، هالبطولة اللي ما عادت بس موضة وأصبحت أمر واقع بحسب خورخي فيلدا مدرب منتخب إسبانيا للسيدات واللي خرج من البطولة. أما بالنسبة للسويد أخيرا تخلصت من عقدة ألمانيا اللي ما انتصرت عليها بالبطولات الكبرى من عام 1991، ولكن المباراة اللي تم وصفها بالنهائي المبكر ورغم خروج أصحاب الأرض على أيدي أبطال العالم إلا أنه حققت مواجهة فرنسا وأمريكا رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بالحضور الجماهيري اللي تجاوز 45,000 مشجع ليكون الأعلى في البطولة. أما عن نجمة نسخة 2019 فهي ميغان رابينو، حيث تحمل قائدة المنتخب الأمريكي هدفا آخر غير تحقيق الانتصارات وهو محاربة التمييز العنصري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترفض رابينو ترديد النشيد الوطني وصرحت بأنها لن تقوم بزيارة البيت الأبيض في حال تحقيق البطولة، ما دفع الرئيس الأمريكي ترامب إلى مهاجمتها وكتب من خلال تويتر على ميغان أن تفوز قبل أن تتحدث، انتهي من عملك أولا. أما رد قائدة المنتخب فكان من خلال هدفي أمريكا أمام فرنسا، وحنشوف أدائهم غدا أمام إنجلترا بنصف النهائي، ويوم الأربعاء في مواجهة تانية حنتابع هولندا والسويد، والحماس عند الجماهير غير. طبعا جمهور هولندا دائما غير وعندهم مشاعر كبيره بكل البطولات، ومش بس بالفرح كمان بالاوقات الصعبه، مثل المشهد الاجمل بهالبطوله وهو تعاطف لاعبات هولندا مع فتيات المنتخب الياباني بعد خسارتهم، وهو الموقف اللي نال اعجاب الفيفا وكل محبي الكره حول العالم. يعني من الواضح أن النساء تتفوق بالمشاعر على الرجال، ولكن بحسب صحيفة بي بي سي هناك ثلاثة أشياء أخرى تتفوق فيها الكرة النسائية على الكرة الرجالية. أولها القيمة مقابل السعر، أي بإمكان المشجعين دفع 10 دولارات فقط لحضور مباريات كأس العالم الناعمة. ولن ننسى الأهداف، الإحصاءات تتحدث حيث تتصدر البرازيلية مارتا قائمة هدافي كأس العالم للنساء والرجال أيضا. وإذا أردنا التحدث عن الالتزام، لن نقول إن النساء ملائكة في الملعب، ولكن أقل كسرا للقواعد مقارنة بالرجال. وبالحديث عن كسر القواعد، يبدو أن الفيفا تطالب بكسر الروتين اليومي لطلاب المدارس، حيث نشرت الفيفا رسالة طريفة كتصريح للطلاب للسماح لهم بالتغيب عن الدوام أو التأخر بوقت النوم من أجل متابعة المباريات لساعات متأخرة. يعني أكيد معهم حق، إذا من الفضاء وعم بتابعوا مباريات كأس العالم فأكيد من حق طلاب المدارس هالشي. ونشرت ناسا مقطع فيديو لثلاثة رواد فضاء يتابعون كأس العالم للسيدات من خلال عدة شاشات بالإضافة لوجبات خفيفة للتسلية، مؤكدين دعمهم الكامل للنساء. لدينا خيار آخر لمتابعة المباريات وبشكل مباشر في هذه المحطة الفضائية، لدينا نافذة تطل على الأرض نستمتع من خلالها بمناظر رائعة، ومن على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر لا يمكننا رؤية الكرة، ولكن يمكننا مشاهدة الملعب والجماهير. أتمنى لكم الأفضل فيما تبقى من كأس العالم للسيدات. ومن الفضاء إلى أرض الملعب، والختام مع الحكم الحسناء فرناندا كولومبو، والتي احتلت السوشيال ميديا بعد اللقطة الطريفة في الإكوادور، حيث طالب الجمهور منح البرازيلية جائزة الأوسكار لأنها بدت وكأنها نجمة من نجمات هوليوود في الملعب، وانهالت عليها طلبات الزواج من عدة بلدان عربية. اللي ما شاف اللقطة اللي انشهرت من خلالها الحكم الحسناء شفناها سوا، فرناندا أوقفت المباراة وأشارت بيدها أمام أحد اللاعبين وكأنها تنوي منحه بطاقة حمراء، إلا
أنها أوضحت على الفور أنها تريد الحصول على الراحة وأرادت إثارة الخوف لدى اللاعب فقط، فتم وصفها بأهضم حكم على الإطلاق. هلأ بدي أرجع لعند هاني وبدي أعرف رأيه بهالحكم تحديداً. والله لقطة حقيقة يعني فريدة وحلوة وملعوبة، ونحييها على هذه الروح الجميلة. نحييها مش لأنها يعني فقط سيدة، ولكن نحيي أي حكم يقدر يدير هذه المباريات بطريقة لطيفة وفيها روح الدعابة، لأنه بالنهاية الموضوع رياضة صح، مهما كبرت المنافسة ولكن يبقى الموضوع رياضة. شكرا لك يا لين. ما في عندها موافقات، هي ما وافقت على أي من عروض الزواج على أساس يعني في ناس غيرها يعني غير اللي تقدموا. لا هي من كثرة العروض يعني صراحة جاها من العراق ومن السعودية ومن عدة بلدان عربية وحتى من تركيا. نعم. بس هي كانت عم تنشر كل هالرسائل على السوشيال ميديا وعم تقول إنه هي للأسف ما بتحكي عربي لذلك صعب إنها تتزوجهم. إي والله صعب، صعب لأنه العربي هو حاجز كبير هذا. والله عجبني الكرسي. شكرا لك. شكرا لك.